امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني، وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في العاصمة المؤقتة عدن بتكلفة بلغت 330 مليون ريال سعودي. شركة السعد اللي وقعنا معها شركة عريقة جدا في مجال إدارة تشغيل المستشفيات سواء وخاصة في اليمن، فهي من يعمل على تشغيل مستشفى السلام في صعدة السعودي منذ، وكذلك مستشفى حجة السعودي في حجة محافظة حجة اليمنية، ولأكثر من عدة سنوات يمكن عقود وهم يعملون على تشغيل هذه المستشفيات بكفاءة عالية وفعالية حتى هذه اللحظة، تشغيل كامل من قبل المملكة العربية السعودية حتى هذا يعني منذ عقود حتى هذا اليوم، سنستمر في ذلك. المشروع الذي يأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يهدف لتوفير الخدمات الطبية النوعية لقرابة نصف مليون مواطن يمني في محافظة عدن وما جاورها من المحافظات. اليوم نشهد عودة المستشفى بأفضل حلة في بفضل جهود كريمة من الصندوق السعودي للتنمية ومن البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن. وفي هذا المجال لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزير لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، حيث أن هذه المشاريع صراحة تمثل لنا نقلة كبيرة في القطاع الصحي في اليمن وخصوصا في ظل الظروف الحالية. ويحتوي المستشفى على 14 عيادة نوعية بالإضافة إلى مركز القلب، وتم تجهيزه بأكثر من 2200 جهاز ومعدة طبية وبسعة سريرية بلغت 270 سريرا. يأتي هذا المشروع الحيوي والهام في الوقت المناسب والوقت المطلوب. هذا المستشفى وهذا الصرح الكبير الذي تتجاوز عدد الأسرة فيه حوالي 270 سرير ويشمل عدة تخصصات طبية وصحية ومركز القلب. وأنشئ مستشفى عدن العام كهدية من المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية، وتم تمويله من الصندوق السعودي للتنمية، ويعمل على متابعة أعماله وتشغيله وإدارته البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث تسهم مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع الصحة برفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والمواطنين اليمنيين. لا بدأنا طال عمرك من داخل اليمن وبخصوص الجامعات في اليمن، وطلبنا الكوادر المؤهلة والمميزة في تخصصاتهم وكانوا هم لهم الأفضلية في التواجد، ولم نحرص على وجود خبرات دولية إلا فيما لم يتم تغطيته من داخل اليمن، فجزء كبير لأبناء اليمن. إضافة لمشروع مستشفى عدن العام، فقد قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 207 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للمواطنين اليمنيين في 7 قطاعات أساسية.